في الداخل السوري اشتباكات وقصف ليلي في أحياء العاصمة، والأسد يؤكد أن الجيش السوري استعاد السيطرة على الأرض بشكل كبير. في دوامة من العنف المتواصل تضيع الحلول المستحيلة للأزمة الدامية. المعارك العنيفة متواصلة على أكثر من جبهة بين القوات النظامية والمعارضين المسلحين في جنوب دمشق، فيما قتل 10 مقاتلين معارضين في مواجهات ليلا في شرق سوريا. مدينة دريا التي يسعى النظام إلى استعادتها تتعرض كذلك للقصف بالقذائف، ولم يتوقف القصف ليلا على منطقة الغوطة الشرقية شرق دمشق، حيث قتل مسلحان معارضان. من جهة ثانية، تبنت جبهة النصرة الإسلامية المتطرفة تفجيرا انتحاريا في بلدة السلمية في محافظة حماة وسط سوريا، أدى إلى مقتل 42 شخصا في الانتظار، وإذ بلغ عدد السوريين الذين لجأوا إلى الأردن منذ بداية الشهر 52 ألف شخص، معظمهم من الأطفال والنساء والشيوخ. رفضت المعارضة الدعوة التي وجهها الرئيس السوري في السادس من الشهر الجاري لعقد مؤتمر وطني بناء لدعوة من الحكومة للوصول إلى ميثاق وطني يعرض على استفتاء قبل تشكيل حكومة جديدة تتولى إجراء انتخابات برلمانية. من جهة ثانية، نقل زوار الرئيس السوري بشار الأسد عنه قوله إن الجيش السوري استعاد زمام المبادرة على الأرض بصورة كبيرة جدا، وهو حقق نتائج هامة سيجري تظهيرها قريبا. وأضاف الأسد لصحيفة الأخبار إن المجموعات المسلحة الممولة من الخارج تلقت ضربات قاسية خلال الفترة الماضية، لافتا إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية ليست جاهزة للحل في الوقت الحاضر، وإلى أن روسيا ستبقى داعمة له، مشددا على عدم التراجع عن بنود اتفاق جنيف. ولقراءة موقف رئيس الحكومة الروسية ديمتري مدفيديف الذي اعتبر أن فرص بقاء الأسد في السلطة تتضاءل، ينضم إلينا عبر الهاتف الكاتب والمحلل السياسي الأستاذ يوسف مرتضى. أستاذ يوسف، أهلا وسهلا بك. يعني طيلة الفترة المنصرمة من الأزمة السورية، يعني كنا نترقب تطور الموقف الروسي، هل نحن فعلا اليوم أمام انعطافة ما في هذا الموقف من منطلق ما قاله ديمتري مدفيديف؟ نعم، الموقف الروسي منذ البداية كان واضحا في تعاطيه مع الملف السوري، أن وهذا ما قاله بوتين قبل فترة، أن ما يهم روسيا ليس مصير النظام في سوريا بقدر ما يهم روسيا مصير سوريا. وروسيا قلقة جدا من أن انهيار النظام في سوريا لعدم وجود بديل ستذهب سوريا إلى الفوضى وإلى التفتيت، وهذا قد ينتشر في المحيط وصولا إلى حدود روسيا، أي إلى آسيا الوسطى. اليوم الموقف الروسي الذي عبر عنه مدفيديف يتجه نحو بعث رسالة إلى الجانب الأمريكي للقول أننا لسنا متمسكين ببشار الأسد، وتعالوا إلى طاولة المفاوضات مجددا لنعمل على تحقيق اتفاق جنيف. واتفاق جنيف ينص بصراحة ووضوح على حكومة انتقالية كاملة الصلاحيات، يعني أن الرئيس الأسد هو خارج هذه الحكومة، وهذا ما كان بلغه الإبراهيمي إلى الرئيس الأسد، وانزعج الرئيس الأسد من هذه المبادرة الأمريكية الروسية المشتركة. وعلى الأثر كان خطابه الشهير الذي بعث فيه برسالة إلى الروس وحاول استنهاض وضع الجيش السوري. نعم، ولكن هذا يا أستاذ يوسف، هذا يعني ظهر في تصريح الرئيس الأسد الذي ذكره الزميل جون نخول في تقريره، يعني أنه راهن على الدعم المستمر من روسيا إليه وطالب بتطبيق اتفاق جنيف. الرئيس الأسد ضد اتفاق جنيف، وهذا ما قاله هو في خطابه الشهير، يعني الذي اعتبره البعض هو خطاب النصر، يعني لأنه يتضمن هذا الموقف الصلاحيات الكاملة للحكومة الانتقالية. وهو كان أرسل نائب وزير الخارجية فيصل المقداد إلى روسيا ليبلغهم رفضه لهذه الصيغة لاتفاق جنيف. وبالتالي روسيا اليوم تعرف أن النظام السوري فشل في تحقيق الهزيمة العسكرية للمعارضة، وروسيا تعرف أن النظام غير قادر على الانتصار العسكري،
ولذلك هي تحاول الضغط والاستعجال باتجاه تسوية سياسية الوضع السوري كي لا تخسر كل شيء وكي لا يتجه الوضع في سوريا إلى الفوضى. وهذا ما يعبر عنه موقف ميدفيديف، وهذا ما عبر عنه قبل ذلك موقف بوتين. بدون شك الرئيس الأسد اليوم عندما يقول أن أمريكا ليست جاهزة للحل، هو أنا تقديري يقصد هو يحاول إرسال الرسائل إلى الأمريكيين على أمل أن يفاوضه الأمريكي على حل له. وهذا غير وارد أعتقد في السياسة الأمريكية اليوم، غير وارد على الإطلاق. أن ما كان عرض عليه سابقاً لن يعرض عليه اليوم بعد كل ما حصل في سوريا. شكراً للكاتب والمحلل السياسي الأستاذ يوسف مرتضى.